سخونية الراس كترجع بندامة، واللي دار ذنب يستاهل العقوبة، فالله ياخذ فيه الحق في هاد النهار هذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم جبت لكم تطورات جديدة في ملف سفاح سيدي حجاج والتهم الثقيلة اللي كتنتظروا، فكنتمنوا انه ياخذ الجزاء ديالو على هاد الافعال اللي دار في هاد الناس بلا ما يأنبوا الضمير ديالو، وللاسف ما كيعرفهمش وما داروا ليه حتى شي حاجة. فالله ياخذ فيه الحق يا ربي، وهما الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم مأواهم الجنة ويجعلهم من الشهداء يا ربي. أحالت الشرطة القضائية الأمن عين سبع الحي المحمدي اليوم سفاح سيدي حجاج على أنضال وكيل عام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، فتمت متابعة المتهم جرائم تتعلق بالقتل العمد وتشويه جثة الضحايا، وذلك بعدما أنهت عناصر الضابطة القضائية البحث التمهيدي مع المتهم الشيطان. فنجحت عناصر الفيق الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين سبع الحي المحمدي مدينة الدار البيضاء يوم السبت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كيبلغ من العمر 60 سنة للاشتباه في التورط ديالو في ارتكاب 3 ديال جرائم قتل العمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا. كانت التحريات الأولية كشفات استدراج المشتبه به السيدة كتبلغ من العمر 72 سنة إلى المنزل ديالو التاني بمنطقة سيدي حجاج ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى التصفية ديالها جسديا والدفن ديالها بنفس المنزل قبل أن تكشف الأبحاث قيام المشتبه به بنفس الأفعال. وهذا المرة استهدف سيدة ورجل من المعارف ديالو، عثر على جثتيهما إلى جانب جثة الضحية الثالثة مدفونة نفس المنزل أو ببقعة أرضية بالقرب من المنزل ديالو. للأسف كينص الفصل 392 من القانون الجنائي على ما يلي: كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد. أما الظروف التشديد في الجريمة ديال القتل العمد واللي كتوصل عقوبة الإعدام فهي: اقتران القتل بجناية الفصل 392، ارتباط القتل بجناية أو جنحة الفصل 392، سبق الإصرار الفصل 393، الترصد الفصل 393، قتل الأصول والقتل عن طريق التسميم إذا حدثت عنه الوفاة، القتل عن طريق التعذيب أو الأعمال الوحشية، قتل القاصرين أقل من 12 سنة بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو بتعميد حرمانهم من التغذية أو العناية الفصل 410. فحسبنا الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيه الحق. كنتمنى انه ياخذ الجزاء ديالو وراء هاد الجرائم اللي دار في هاد الناس هادو بدافع السرقه كيف ما كيقولوا، فالله يجعلهم من الشهداء يا ربي. هو اكيد ما غاديش يرتاح لا في الدنيا ولا في الاخره، والعلم لله. فحتى لهنا متابعينا الكرام كنشكركم على المتابعه والاستماع، كنقول لكم السلام عليكم، خليكم على خير، نلقاكم فيديو جديد باذن الله تكونوا كتشاهدوا وانتم بصحه جيده، فتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.